بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب، أتمنى تكونوا بصحة وسلامة. محاضرتنا الثانية لمنهاج الكورس الثاني هي تكملة. في المحاضرة السابقة وضحنا بخصوص السيكوينشال سيركت وشنو الفرق عن الكومبينيشنال لوجيك سيركت، وكذلك وضحنا بداية الأساسيات أو الوحدات الأساسية لبناء الدوائر التتابعية اللي هي السيكونشال سيركت. وضحنا انه الاساس هو الكلوك اللي هو عبارة عن موجة مربعة بها صعود ونزول، وعرفنا ووضحنا انه بكل كلوك اكو لحظة صعود واكو لحظة نزول، والوحدات الاساسية لبناء الدوائر التتابعية هي الفليب فلوبس النطاطات، وهنالك انواع وراح نتطرق لها محاضرة اليوم لكل هذه الانواع. بالمحاضرة السابقة تطرقنا لنوع واحد اللي هو الدي فليب فلوب اللي هو الديلي فليب فلوب، ووضحنا انه الاوتبوت الستيت مالته الاوتبوت هو نفسه المدخل دي اذا اشتغل الفليب فلوب اذا قدح. وضحنا ايضا ملاحظه اخرى كلش مهمه، وضحنا انه الفليب فلوبس ممكن انه يقدح في لحظه صعود اللي يسموها ليدنج ايج تريجرد، ومرات الفليب فلوب يقدح في لحظه النزول اللي يسموها ترايلنج ايج تريجر لحظه الهبوط. فمثال على اللي اخذناه في المحاضره السابقه هو هذا، التكملة للمحاضرة السابقة. هذا مثال بموجة مربعة اللي هي الكلوك نبضة الساعة بها لحظة صعود ونزول. اللحظة اللي هذا السهم ده تشوفونها والمنقط هذا، هذه اللحظات اللي يعني مزل عليها اسم، هاي معناها دا اوضح انه الفليب فلوب اللي يدخل عليه هذا الكلوك يعمل في لحظة النزول، لان احنا عرفنا اكو فليب فلوبات تعمل في لحظة صعود للكلوك واكو فليب فلوبات تعمل في لحظة نزول. فاما يوضح لك بصيغه السؤال او يتكيها بشكل موجه يوضح لك. فهاي ما دام رسم السهم في لحظه النزول معناه يقول لك انه هاي اللحظه المهمه اللي يقدح بها الفليب فلوب، لان هاي اللحظه كلش مهمه لعمل الفليب فلوب. من خلال هاي الموجات مبين انه هذا الكلوك دا يدخل على الفليب فلوب، هذا سي ال ار داش هذا معناه كلير، معناه كلير. احنا وضحنا اكو مدخلين، قلنا مدخلين طارئه ممكن تدخل غير متزامنه تدخل على الفليب فلوبس، على اي نوع من انواع الفليب فلوبات اللي هي مدخل يسموه كلير ومدخل يسموه بري سيت. هذا الكلير اذا دخل على الفليب فلوب وعمل يسوي الاوتبوت مال الفليب فلوب يخليه يجبره يكون زيرو، بينما البري سيت اذا دخل على الفليب فلوب وعمل يجبر المخرج مال الفليب فلوب اللي هو الستيت مال الفليب فلوب تكون قيمتها واحد. مستحيل اثنيناتهم يعملون في آن واحد، لازم واحد منهم يعمل والاخر لا يعمل. فطالما بهن داش اثنيناتهم معناها هذني يعملن في لحظات، يعني شو كده يعملن لما يجن قيمتهن صفر. فهاي بالسؤال مطيك الكلوك اللي يدخل ومطيك الكلير موجة كلير، ها كلها معطى بالسؤال الكلير ومطيك موجة البريسيت هنا واحد وبعدين تصير صفر بعدين واحد، هاي هو مطيها بالسؤال. وبعد وايضا مطيك الدي، طبعا معناها ما دام طاق دي معناها الفليب فلوب اللي يدخلن عليه هاي المداخل، وهذا الدي معناها دي فليب فلوب، معناها دي فليب فلوب. اذا هذا مثال للدي فليب فلوب اللي شرحنا بالمحاضرة السابقة. اذا هذا الدي فليب فلوب ده يدخل عليه دي قيمته واحد بعدين صفر بعدين واحد، ايضا هذا معطى بالسؤال. الشيء اللي راح نستخرجه احنا هاي الموجه الاخيره اللي هي الكيو، هاي الكيو ده تشوفوها طلاب، هاي الكيو هي دائما حتكون الشيء المطلوب بالفليب فلوب. فهاي الستيت يسموه الستيت، فهاي الستيت قبل ان نبدا حل السؤال، هذا كل المحور الفقهي ترى هو الزمن. ف يعني هنا لو نشوف الكيو في لحظة معينة دا طلعها بنظري أنا دا أقول هاي الكيو دا طلعها هسه، يعني كأنه الكيو الجديدة دا طلعها هسه. فبالنسبة للقبل هي تعتبر الكيو القديمة، فهو في لحظة يعني هو لنفس الكيو في لحظة ما تعتبر next state، في لحظة ما تعتبر يعني الباست state أو الستيت القديمة. فقديم جديد قديم جديد يعني مع الزمن اكو يعني هو نفس الكيو، ممكن يكون present state ممكن يكون next state، يعني الستيت الحالية وبعدها تعتبر الستيت الجديدة، ورا شوية يصير هاي الستيت الحالية وراها هاي الستيت الجديدة وهكذا. هذا مفهوم كلش مهم لازم تفهمه قبل ما نبدأ بحل السؤال. هاي الموجات الأربعة الأولى هي مداخل، هذا كلوك يدخل على الفليب فلوب، هذا كلير يدخل على الفليب فلوب، هذا بريسيت يدخل على الفليب فلوب، هذا دي يدخل على الفليب فلوب، واحنا نريد نطلع الكيو. نبدي بحل السؤال. بداية طلاب في جي اس الى اول شغله سويها تنقط مكانات راح يقدح بها الفليب فلوب، هاي اللحظه مهمه نقدح بها، راح ناشرهم بهذا القلم تلاحظوا هذا وهاي اللحظه وهاي اللحظه وهاي اللحظه وهاي اللحظه قبل حل السؤال.
الشيء الاخر اللي لازم تنتبهون عليه واحنا حكيته بالمحاضره السابقه، طالما سؤالك بي كلير وبريسيت فالهم الاولويه، لهم الاولويه بالتاثير على الفليب فلوب. يعني لا ابغى على الكلوك ولا ابغى على جديد يدخل على الفليب فلوب طالما اكو كلير وبريسيت. فاول شغله روح ابغى اذا الكلير والبريسيت واحد من عندهم اثر يعني اشتغل فراح تكون الى الاولويه بغض النظر عن تلك اللحظه جديد يدخل كلوك او جديد يدخل دي. فطالما هاي المعلومه وطالما الكلير والبريسيت اثنيناتهم داش فاروح اشوف وين المناطق اللي يكون بها الكلير زيرو، لان ما دام داش يعني يشتغل بالصفر. فلاحظت انه بهاي الفتره من الى هنا خليت جريت نقطت لاينين، يعني هاي الفتره من لهنا هاي الفتره من لهنا بغض النظر عن ايش قد كلوك وبغض النظر عن ايش قد داخل دي، طالما الكلير صفر بهاي الفتره، طالما صفر هو كلير وصفر معناها راح يخلي الاوتبوت مال الفليب فلوب يكون زيرو. احنا اتفقنا اذا كلير اشتغل يعني هنا بهالحاله داش يعني اشتغل يعني بهاي المنطقه راح يجبر الفليب فلوب شو يسوي؟ يسوي كلير يعني يسوي زيرو الاوتبوت مالته، فالكيو راح تكون بهاي المنطقه طلاب منا الى هنا. شوف شوف منا الى هنا بغض النظر عن القدح منا لهنا، لان لهم الاولويه الكلير والبريست لهم الاولويه. شوف هنا الكلير اشتغل هنا البريست ما يشتغل، واحد منهم لازم يشتغل. فالكلير طالما اشتغل راح يجبر الفليب فلوب الستيت مالته تكون شو قيمتها؟ صفر. قبل هاي المنطقه طلاب قبل هاي المنطقه هنا بدايه حل السؤال، الكلوك متى يقدح؟ قلنا الكلوك يقدح بهاي اللحظات فقط، فهاي الفترة الكلوك ما يقدح يعني ما ضاع عليه، يعني الفليب فلوب ما يعمل، الفليب فلوب لا يعمل. الكلير واحد والبريسيت واحد اثنيناتهم ما يشتغلون لان يشتغلون بالصفر، اذا هاي المنطقة كلها كلهم ما يأثرون. الدي ايش قد داخل؟ قيمته واحد ما راح اضاع عليه لان الكلوك اصلا ما يشتغل. شو نحط له كيو؟ الكيو تبقى نفسها القديمة، يعني وانا ما اعرف ايش قد القديمة، اذا خليها دونت كير. تلاحظون ليش انا مسوي الرسم بهالطريقة هاي الكيو؟ هاي الخطوط المائلة معناها اقصد بها هنا الكيو لو صفر لو واحد، يعني كل الحل مشمول. فهذا بهاي اللحظة الزمنية الكيو معناها دونت كير، ما اعرفه لو صفر لو واحد. ولو قايل لي بالسؤال، لو قايل لي بالسؤال انيشال ستيت يعني المخزونة بالفليب فلوب كان الصفر اثبت هنا صفر، لو كان قايل لي واحد اخليها واحد، بس طالما ما قايل لي قد الانيشال ستيت او الحالة المخزونة بالفليب فلوب، اذا انا ما اعرف لو صفر لو واحد وبالتالي اخليها دونت كير بالطريقة التالية. هاي طريقة رسم الدونت كير. نرجع نكمل السؤال. بهاي الفترة مثل ما قلنا الكلير اشتغل، هاي الفترة الكلير اشتغل راح يخلي الفليب فلوب ايش قد قيمة بي كيو؟ زيرو زيرو. بعد هاي اللحظة طلاب، بعد هاي اللحظة ايش قد الكلير؟ الكلير قيمته كلها واحد، يعني الكلير ما ضاع عليه لان ما يشتغل، لان الكلير يشتغل بالزيرو، اذا ما اشتغل ما ضاع عليه، يعني كانه ما موجود بالفليب فلوب. والبريسيت بهاي وراها ايضا الواحد قيمته ما اثر. اذا اعتمادنا بحل السؤال راح يكون على الكلوك. اعيد للمرة الثالثة، في اي حل سؤال اذا اكو كلير وبريسيت اول اولوية بالنقاش ضاع عليهم وين ما يشتغلون راح ياثرون قبل الكلوك، واذا ما اشتغلوا مثل هاي الحالة ما الحالة اثنيناتهم ما اثروا ذاك الوقت راح ضاع عليه كلوك. اذا الكلوك قدح ابغى اعدي واشوف عمل الفليب فلوب واطلع الاوتبوت، اذا الكلوك ما قدح بهاي اللحظة الفليب فلوب يبقى محافظ على الكيو القديمة. هسه ورا هاي اللحظة هنا أنا الكلير بهاي اللحظة أبا وراها هنا وراها الكلير ما أثر، البريسيت ما أثر، الكلوك بهاي اللحظة ما قدح، لأن هو يقدح هنا ويقدح هنا، هنا ما قدح بهاي المنطقة ما يقدح، الكلوك ما أثر. زين إذا الكلوك ما أثر، كلير ما أثر، بريسيت ما أثر، بوا عدي لا ما بوا عليه لأن ما قدح. شو وقت بوا عدي اللي يدخل على الفليب فلوب متى ما أثر الكلوك؟ هلا الكلوك شو يساوي هاي الفترة من لنا؟ الكيو تبقى محافظة على قيمتها السابقة. الكيو الستيت النكست ستيت تطلع لنا تبقى تساوي نفسها البريزنت ستيت. يعني هاي الكيو تساوي نفس الكيو مال قبل شوية. هذا زمن كله. فطالما الكيو هنا جت قيمتها صفر اذا هنا يبقى محافظ على نفسه صفر. ليش وقيت الى ان تجيني هذا الخط اللي هو القدح الجديد؟ نفس الفكرة وراء هاي القدح. ناقدح في الفلو، انتبهوا لحظة القدح هنا، لحظة القدح هاي لحظة القدح شو عايز بيها؟ الكلير ما اثر والبريست ما اثر، ابغى على القدح، هل الفليب فلوب قدح؟ نعم، الفليب فلوب قدح. إذا الفليب فلوب قدح شو نسوي؟ نباوع نوع الفليب فلوب. طالما الفليب فلوب نوع عدي، عندنا قاعدة شو تقول؟ تقول مثل ما أخذنا بالمحاضرة السابقة، إذا فليب فلوب قدح اشتغل ونوع عدي فليب فلوب، فالستيت اللي تطلع لك بهاي اللحظة راح تساوي نفس الدي يدخل، الدي
ده يدخل لان دي فليب فلوب. يجدد دي بهاي اللحظه هاي اول ما صار قدح يجدد دي بهاي اللحظه حتى لو فتره قليله هيك شويه يجدد دي. ما دام واحد راح يقفل الفليب فلوب على قيمه الواحد لنهايه الدوره لحد ما تيجي قدحه جديده. هاي ملاحظه طلاب خلوها ببالكم. اول ما قدح قيمه الدي واحد اذا الستيت تصير واحد تستمر واحد طالما طبعا العلم هنا ملاحظه مهمه يستمر لنهايه الدوره لحد ما تجي قدح جديد على شرط انه الكلير والبريست ما ياثرون. بالفتره الواي النقط ايضا قدح الكلير والبريست ما اثر ولو لي الدولة طالما كلير والبريست ما اثر يلا باق الكلوك. انتبهوا اولا باع على الكلير والبريست اذا ما اثروا تباوع على الكلوك. طالما اثنيناتهم ابو الداس يعني يشتغلون بالصفر طالما انها واحد واحد يعني ياثرون فنباع على الكلوك. ايش قد الكلوك؟ قدح؟ نعم قدح. نباوع على هاي اللحظة وقدح بيها اول ما ورا الخط رأسا ورا الخط هذا الخط بعد مباشرة ايش قد الدي؟ زيرو حتى لو فترة قليلة ما دام صفر اذا الستيت مال الفليب فلوب تبقى تصير صفر. شوف صارت صفر لوين؟ لنهاية الدورة. وايضا بهاي الفترة هاي الدورة الجديدة لا الكلير ولا البريست مأثرين انباع القدح. اول ما قدح روح انباع الدي ايش قد الدي؟ واحد. شوف هنا ايش قد يصير تغير بالدي ما يأثر ما علينا احنا اول لحظة القدح ايش قد يدخل دي؟ هاي اللي يهمك فقط مو بالطبع الدي. اول ما قدح الفليب فلوب ايش قد قيمة الدي؟ واحد. اذا صار الستيت واحد لنهاية الدورة. هسه انتبهوا لي هنا طلاب بهاي الدورة الجديدة اول ما قدح الفليب فلوب اول ما قدح ايش قد قيمة لا بريسي لا كلير ولا بريسيت مأثرين؟ انتبهوا اول ما قدح مثلات ما مأثرين باوع الدي جد الدي صفر اذا ايش قد صارت الستيت؟ صارت صفر. كيف صارت؟ صارت صفر. وراها اثناء شوف ما استمر بالصفر نهاية الدورة طلاب انتبهوا هنا ملاحظة كلش مهمة هاي المنطقة جدا مهمة هنا الطالب لازم يعرف ايش بده يصير. اول ما قدح هي قيمه الدي صفر اذا الكيوب صار صفر لكن انتبهوا ايش صار بنص الدوره؟ نص الدوره واحد من المداخل الكلير والبريست اشتغل من هو؟ البريست يعني اشتغل بصفر صار قيمته صفر منها لان بهاي الخطوط الحاطها هنا بهاي الفتره طلاب البريست اشتغل. طالما البريست اشتغل راح يجبر الفليب فلوب يكون الاوتبوت مالته واحد بغض النظر عن الكلوك بغض النظر عن الدي بغض النظر عن انه ايش كان يعني ايش قد كان قيمه الستيت. شوف كانت صفر صارت ايش قد صارت واحد. انا هنا طلاب بس هذا الفراغ يعني خطا يعني شويه المفروض يلغي يعني هنا صفر هنا راسا يصير واحد طلاب هنا هذا راسا يصير واحد بس يصير واحد ويستمر لنهايه الدوره. هو يستمر لهنا واحد بفعل البريسيت لكن بعدها راح طالما بعد ماكو قدح بعد هاي الفتره يعني وراء هاي المنطقه منها لهنا ماكو قدح يعني فلفل يعني ما يقدح ماكو قدح فالستيت تبقى نفسها القديمه تبقى نفسها واحد فيستمر واحد لنهايه الدوره. بعدها ريست الكلوك اثنيناتهم اشتغلوا مع بعض عليهم بس على الكلوك قدح نعم اول ما قدح نباع الدي قيمته صفر اذا يصير صفر لنهايه الدوره. هذا طلاب مهم جدا وان شاء الله بالامثله القادمه ايضا راح تفهموه اكثر. نبدا بمحاضرتنا اليوم، محاضرتنا اليوم حقيقة هو أنواع الفليب فلوبات، بداية بيسك فليب فلوبس، هنا موضح أساسيات الفلوب، طبعاً كل فليب فلوب داخله أيضاً بوابات حقيقة، أيضاً بوابات. لكن أنا ما راح أخوض بالتفاصيل الداخلية للفليب فلوب، بس حبيت أنوه شغلة مهمة، أنه أكو مصطلح أنا موضحه بالمحاضرة السابقة ولكن أيضاً حوضحه مرة أخرى اللي هو اللاتش. اللاتش طلاب هو هذا يسموه هسه من النوع من الفلوب يسموه اس ار فليب فلوب. الربط مالته ماكو كلوك طالما ماكو كلوك فيسموه لاتش. اكو كلوك يسموه ايج تريجرد فليب فلوب. فهو اللاتش هو الاساس لكن طريقه عمله تختلف عن الفليب فلوب بشيء واحد انه باللاتش لما يطلب عمل مثلا يعطيك فليب فلوب بس ما بي كلوك معناه هذا لاتش. طريقة عمله حيكون يعتمد على المداخل فقط يعني مو الا قدح يعني لو كان دي فليب فلوب لاتش دخل واحد يطلع الاوتبوت واحد دخل صفر يطلع صفر بغض النظر اجى قدح ولا ما اجى قدح. لكن لو دي فليب فلوب الدي فليب فلوب ما راح يؤدي هاي المهمه يعني الاوتبوت ما يعني لو دي واحد الاوتبوت ما يساوي واحد والدي صفر الاوتبوت ما يساوي صفر الا تجي لحظه القدح.
هذا هو الفرق الوحيد فقط. اللاتش ما دي كلوك ويعتمد المخارج ما على المداخل دايركتلي، لكن بالفليب فلوب الاوتبوت صح يعتمد على الانبوت لكن الا يجي قدح، واذا ما جاء قدح فيبقى الاوتبوت نفس الاوتبوت القديم. هذا هي فكرة اللاتش عن الفليب فلوب. فلا راح ادخل التفاصيل الداخلية ولا راح اتطرق التفاصيل اكثر، بس انا راح ادخل بالموضوع بالنسبة للاس ار فليب فلوب. فالاسار فليب فلوب هذا توضيح كل الطلاب يعني كجدول، هذا طبعا نوع ثاني من انواع الفليب فلوبات. هناك جدول نكون نوعين من الـ يعني من طريقة استعراض الاسار فليب فلوب. طبعا هنا انا دا احكي كلاتش، احكي هنا كلاتش، فراح ادخل هنا دايركتلي بالموضوع كفليب فلوب كفليب فلوب. فراح نتطرق للكلوكت كلوكت ار اس او اس ار فليب فلوب، ومرات يسموه ايج تريجرد سيت ريسيت فليب فلوب، كل هالتسميات نفس الشيء. لكن انتبهوا لي على المصطلح ايج تريجرد، ومرات يسموه كلوكت اس ار فليب فلوب، يعني ده اثبت لك انه هو مو لاتش وانما كلوكت اس ار فليب فلوب، يعني نوع من انواع الفليب فلوبات يسموه ار اس او اس ار، ومرات جاي من كلمه سيت ريسيت سيت ريسيت، لذلك يسموه اس ار او ار اس فليب فلوب. تريجر فليب فلوب يعني اكو كلوك راح يقدحه ويخليه يشتغل، يعني هذا الفليب فلوب لا يعمل الا بلحظه القدح من قبل الكلوك موجود الكلوك. فحاله حال الدي فليب فلوب لازم نتعرف على عمل هذا الفليب فلوب، شو وقت يعمل وشنو عمله. يعمل متى ما اجتي لحظه صعود او لحظه نزول. خلينا نشوف هذا الرسم الداخلي، ما راح اتطرق له طلاب، راسا راح ادخل على يعني اوضح شكله من خلال ال يعني البلوك دياجرام كفيجر. باحث هنا اس ار فليب فلوب يعني من اسمه اذا هو مدخلين، هذا هو الفرق عن الدي فليب فلوب. هناك كان فقط مدخل واحد، هنا مدخلين اس و ار. المخارج ثابته طلاب، هنا سي هنا يعني اللي يسموها الستيت الكيو، هنا دائما العكس مالتها، كل انواع الفليب فلوب بها مخرجين، الاول هو الستيت اللي نحكي عليها وهذا هو العكس مالتها، حتى مرات ما نقول شنو الاوتبوت انا اقصد هذا يعني. فبينما الفرق هو مدخلين، بينما احنا بدي فليب فلوب مدخل واحد. هنا فليب فلوب طبعا مو لاتش لان اكو كلوك مكانها، مكان ما دام حط لك هنا مثلث صغير معناه هذا مكان الكلوك. هنا ما دام رسم الكلوك بهالطريقه هاي معناه هذا الفليب فلوب يعمل في لحظات الصعود لموجه الكلوك، يعني اذا جتني موجه مربعه للكلوك ثاني موجات فركز بس على لحظات الصعود هي تقدح هذا الفليب فلوب. اذا عرفنا شو كنت يعمل، شو كنت يعمل لما تجي لحظه الصعود. هذا الاس ار فليب فلوب ونفس المبدا ونفس الفكره، لكن هذا من خلال الكلوك كلوك بالز نعرف انه هذا يقدح شو كنت يقدح في لحظات النزول، ومرات يعطيك بابل هنا يم موجه الكلوك، يعني ده يقول لك انه هذا الفليب فلوب يعمل في لحظه او يقدح في لحظه النزول لموجه الكلوك. هاي عرفنا شو كنت يشتغل، فما هيك او ما هيك، هو نفسه اس ار. طيب اذا عمل شنو عمله، اذا عمل شنو عمله، عمله راح نوضحه من خلال الجدول الموضح بالشكل. بالاس ار فليب فلوب ده اس ار بيهيفير تيبل، او مرات تسموه كاركتركس تيبل، او مرات تسموه ستيت تيبل. حاله حال دي فليب فلوب حتى تكتب يعني ستيت تيبل مو سيكونشال سيركت، يعني له خصوصيه مثل ما وضحنا، تجي تدخل مداخلك للصريحة اس ار وبعد والبريزنت ستيت يعني ستيت الحالية اللي انا بيها والنكس ستيت. هاي طريقة ثابتة لكتابة الجدول في الموضوع مال سيكونشال سيركت. لو تلاحظون مداخل الاصلية اللي هي اس وار بعد، وعندك مدخل اسمه البريزنت ستيت سميته كيو ان، وعندك مدخل مال بعد شوية يعني ورا لحظة زمنية بعد فترة، يعني انا اتقدح اقوم اضوع ايش قد راح يصير التغير بالكيو. طبعا الكيو هو نفس الكيو يعني المخرج الاول بالفليب فلوب، لكن هنا مره سميته يعني هنا كيو ان وهنا سميته كيو ان زائد واحد، يعني دا اوضح لك انه هذا باللحظه الحاليه وهذا باللحظه الجديده يعني ايش راح يطلع. هذا كلش مهم، هذا شو وقت يصير هذا يعني التغير او شو وقت يصير نقوم نباوع ايش راح يطلع؟ متى ما يقدح الفليب فلوب. يعني هذا الجدول ده اللي هو 8 حالات، يعني مدخل هنا حالات عامه 3 اصفار الى 3 وحدات جدول عام. راح اناقش حاله حاله ايش يصير بالفليب فلوب لو يقدح، يعني طلاب هذا الفليب هذا الجدول انا مناقشه ودا اوضح عمله شو وقت لما يقدح في كل لحظه، سواء يقدح بلحظه صعود معناه انا مطي لحظه صعود ودا اشتغل،
او سواء هو يطمح بلحظه النزول فانا مقنع بالطي لحظه النزول ولا بناقش. فلا عرفنا شو كنت يعمل زين عمله شنو. هنا راح نشوفه بالجدول. يعني اذا عندك اس ار فليب فلوب مداخله اثنينات اصفار، يعني اذا تعرضت لفليب فلوب وقدح وكانت مداخله اثنينات اس والار اثنينات اصفار، شوف الاس ار اثنينات اصفار، يعني هاي الحاله وهاي الحاله، بغض النظر شوف 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 انتبه، اس ار اثنينات اصفار راح يكون الاوتبوت يعتمد على الستيت القديمه، يعني الستيت اللي تطلع هسه الجديد لما انقدحت راح تكون نفس المخزون، يعني كل شيء ما غيرت، يعني اذا مخزون صفر راح يبقى نفسه صفر، واذا مخزون واحد يبقى نفسه واحد، يعني ماكو تغيير، لذلك انا كتبت هاي الحالتين نو تشينج، نو تشينج، يعني اذا مخزون صفر فيطلع صفر، يعني لما انقدحت لما انقدح يعني اذا دخل صفر صفر وطيت كلوك قدح على الفيب فلو، فايش راح يكون الستيت الجديده؟ راح تكون الستيت الجديده نفسها القديمه المخزونه، اذا هي صفر تطلع صفر، واذا هي واحد تطلع واحد، هاي خلصنا من حالتين من الجدول. بعد اذا اجاني الاس صفر والار واحد، الاس صفر والار واحد شو يصير؟ قاعده تقول اذا اس صفر ار واحد، يعني دائما باوع على اس، اذا دخلن اس ار مختلفين يعني هنا صفر هنا واحد او واحد صفر، دائما دائما ركز على الاس، يعني على اول واحد الستيت شو تطلع هنا بهالحاله، طالما الاس صفر والار واحد دائما الكيو تطلع لك جديد تساوي الاس، يعني صفر نا صفر نا واحد نا واحد، يعني دائما اذا دخلن اس ار مختلفين بالقيم صفر واحد او واحد صفر، فدائما الكيو الجديده تطلع نفسها قيمه الاس جديده تدخل بتلك اللحظه. فهنا طلعت صفر صفر بغض النظر عن المخزون، شوف شوف بغض النظر عن المخزون، فهنا طلع صفر صفر هنا واحد واحد، هاي الصفر صفر يسموها حاله الريسيت لان سبار، هاي حاله الواحد واحد يسموها سيت. فانا مقسم الاجوبه الى اقسام ك يعني ك ك يعني ك كتوضيح هذا الشيء يسموه، هذا الشيء يسموه مو اكثر. اذا دخلن واحد واحد بقت عندي الحاله الاخيره لما يجيني اس واحد وار واحد، هاي الحاله طلاب غير معرفه، هاي الحاله غير معرفه وما راح يتطرق الى الفليب فلوب، وهي هاي من عيوب الاس ار فليب فلوب. لذلك احنا كنسبه وتناسب لما نريد نشوف هنا عندي كم حاله نقاش، من حالات يتعرض لها الفليب فلوب، تلاحظ انه عندي حالتين undefined غير معرفة، هاي الحالتين يعني تشكل نسبة 2 إلى 8، فتشكل إلى نسبة يعني على 2 إلى 8 معناها الربع. فلذلك مرات يقولون الـ SR flip flop أو الـ RS flip flop بنسبة error 25%، وهاي من عيوبه. بعد ما طلع الجدول وانا عندك دونت كير وعندك كل شيء واضح، نقدر نطلع الكارنف ونقدر نستنتج ايش قد تطلع معادلة الستيت، يعني تعرفون التو كل المخرج هذا اللي نحكي عليه اللي هو الكيو هنا ولا هنا، هذا يسموه الكيو ان زائد واحد اللي نحكي عليه، هذا طالما عرفنا طريقة عمله وجدوله نقدر نطلع معادلة من خلال كارنف. معادلة الطلاب هاي، هاي معادلة تحفظ، هي تطبع لكل شرح اللي حكيته قبل شوية. هاي المعادلة تسميها كيو ان زائد واحد، يعني المعادلة بعد استخراج لست بعد القدح تساوي اس زائد او اور ار داش كيو. هنا شنو هاي الكيو؟ شنو هاي الكيو؟ هي نفسها، لكن هاي كيو ان زائد واحد بعد القدح، وهاي الكيو المخزونه قبل ما اقدح. هاي يسموها بريزنت ستيت، هاي يسموها نيكس ستيت، بس هي نفس ستيت اللي هي المخرج الاول مال الفليب فلو، بس الفرق بيناتهم باللحظه الزمنيه فقط. لذلك احنا دائما نحكي عن هذا. فالكيو ان زائد واحد يساوي اس اور ار داش كيو. هذا الستيت دايجرام. ايضا قلنا هذا الموضوع متروك حاليا، ما راح نتطرق لطلاب غير مطالب النت بي اللي هو التوضيح من خلال الستيت دايجرام. مثال يوضح عمل الاس ار فليب فلوب اللي شرحناه، انتبهوا عليه طلاب. The behavior of trailing edge triggered RS flip flop is illustrated in the timing diagram below. يعني يقول لك سلوك ال RS flip flop اللي يقدح في لحظات نزول موضحة بالتايمينج دايجرام بالشكل الزمني موجات، يعني بالشكل الزمني او الموجات الزمنيه موضحه عندنا. طلاب حتى لو ما يتك هاي الصيغه كلها، مجرد طاق راسا بي كلوك والاسهم صايره بالنزول، معناها هنا الكلوك يدخل على الفليب فلوب والفليب فلوب يقدح في لحظه نزول، يعني هاي الموجه اول ما شفت شكلها سنة تذكرت يا اس ار فليب فلوب تذكرت هذا النوع. ليش؟ لان هذا النوع يعمل في لحظات النزول، معناها هاي الموجه تدخل على هذا الفليب فلوب. وش مطيني ايضا؟ مطيني الاس ايش تدخل
مطين الارج بده يدخل ومطين واحد من باقي الدي ياثرون على الفليب فلوب اللي هو من الكلير. فطلع طالما عرفنا شنو كلير وعرفنا شنو بريسيت وتقرقنا على نوع الفليب فلوب وافتهمنا وتعرفون شنو لحظه الصعود وشنو لحظه النزول وشو كيف يشتغل الفليب فلوب، اذا انتم معرضين هيك اسئله المفروض تعرفون شلون تحلوها. فمن خلال كثره الاسئله من هيك نوع راح تتقوون وتعرفون شلون تحلون اسئله اصعب من هذا. فخلينا نشوف سؤال، ممكن سؤال يتعرض الى بريسيت ايضا. فانا هنا بهالسؤال يعني تخيل عندك فليب فلوب نوعه من خلال المداخل، يعني مطيك هذا المداخل مع الاس والارض كموجات ومطيك الكرير دي يدخل على الفليب فلوب مطيك الكلوك، يعني اسعر فليب فلوب بيدخل له اس وار وكلوك لحظات مختلفة وكلير دي يدخل له ايضا. فهذني اول اربع موجات داخل على الفليب فلوب، الموجتين الاخيرة انا اللي داريدهم بالحل، موجة الكيو وموجة الداش مالتها. فانت اللي همك الكيو اللي دي يطلع نيكس ستيت، فكل من يطلع لك الكيو اوتوماتيكيا الموجة اللي وراها هي عكسها، لا تدوخ نفسك بيها. فنيجي نحل السؤال مثل ما وضحنا سابقا. قبل ما احل السؤال اول شغله اسويها اباوع، طالما السؤال بي كلير لازم اشوف وين شنو نوع الكلير وين يشتغل. طالما كلير ابو الداش معناه انه هذا الكلير يعمل في الصفر، يعمل بالصفر وين؟ يعني هاي اللحظه منا الى هنا، هاي اللحظه منا لهنا انا اللي انا جار بيها خطين، هذا الخط وهذا الخط، هاي الفتره الزمنيه راح يأثر بها الكلير على الفليب فلوب. فما ضاعوا على الكلوك ولا ضاعوا على نوع الفليب فلوب دايركت، طالما كلير 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 هنا اشتغل وهو كلير، اذا راح يخلي الاوتبوت الستيت مال الفليب فلوب تساوي زيرو، لان الكلير اذا اشتغل يجبر الستيت مال الفليب فلوب تكون صفر. فبهاي اللحظه منها لهنا انا ايش قد اخلي قيمه الستيت اي الكيو؟ خلي قيمتها صفر. اذا تلاحظون منا الى هنا، هاي اللحظه منا الى هنا بغض النظر عن اللحظات النزول منا الى هنا، طالما كلير اشتغل اذا يجبر الفليب فلوب يكون قيمته زيرو. اللحظه اللي قبلها هسه النبادي ما مطيني هو انيشال بالسؤال، يعني يقول لي قد مخزون اذا يكون قيمه الفليب فلوب قد الكيو دونت كير، هذا صفر لواحد. اذا منا الى هنا نحل السؤال وضحناه. بعدها بعد ما الكلير بعد ما اشتغل، شوف هنا الكلير منا نهايه حل السؤال، ايش قيمه الكلير؟ واحد. هو بالداش قيمته واحد، يعني ما اشتغل ما اثر، يعني اخو ماكو، هذا بعد ما باوع على الكلير اقوم اضع بس على الكلوك، يقدح لو ما يقدح. بهاي اللحظه الزمنيه طلاب يعني وصلت هنا، بهاي اللحظه الزمنيه ماكو قدح، اللحظه القدح هاي، هنا بهاي اللحظه، بهاي اللحظه ماكو قدح، منا لعدم تجي الدوره الجديده، اذا منا لعد هنا للاخير راح يبقى الكيو محافظ على قيمته السابقه. جت قيمته هنا ما قلنا صفر، يبقى مستمر صفر لحد ما تجي الدوره الجديده، هاي الدوره الجديده. بالدوره الجديده طلاب، هاي الدوره الجديده، هاي الدوره كلها. اول ما قدحت هاي الدوره هنا، أول ما قدح الكلوك بهاي اللحظة عملنا وراها، أروح أضاوع على ما دام قدح يعني فليب فلوب اشتغل، أروح أضاوع على نوع فليب فلوب، قال لي كان نوع فليب فلوب دي فالأوتبوت يساوي دي أوكي. هنا أنا هالمرة أضاوع على اس والار، لأن نوع فليب فلوب اس ار، جد الاس صفر بهاي اللحظة أول ما قدح، أول ما قدح ما عليك ايش يصير تغيير داخل الموجة، يعني داخل الفترة عفوا داخل البريود داخل الكلوك موجة الكلوك ايش بيصير؟ انا يهمني بس اول لحظة، لحظة القدح، ايش قد الاس؟ صفر. ايش قد الار؟ وعم قصد اخليهم فترة قليلة، دا اثبت لك انه حتى لو فترة قليلة حيأثرون. ايش قد الاس؟ صفر. ايش قد الار؟ واحد. اذا عندي اس صفر وار واحد يعني مختلفين، وين نباوع؟ نباوع على الاس، مو اتفقنا بعمل الاس ار في الكلوك؟ طالما الاس صفر اذا الكيو راح تكون زيرو لنهاية الدورة. شوف الاس الكيو راح تكون قيمتها صفر وين؟ لنهاية الدورة، لحد ما تيجي قدح جديد. حتى لو اثناء الدوره تغيرت الاس والار ما ياثر، لان انا تهمني لحظه القدح، لحظه القدح شغلت الفليب فلوب اضع على الاس واضع على الار مختلفين وقيمه الاس صفر، اذا الكيو يساوي نفس الاس اللي هو صفر اللي هي حاله ريسيت اللي هي زيرو للاخير بعد ما تجي دوره جديده. بالقدح الجديد ايش قد الاس والار؟ واحد الاس والار صفر، اذا الاس واحد يعني الكيو صفر واحد، فالكيو تصير واحد حاله ريسيت لنهاية الدورة. بعد قدح الفليب فلوب ايش قد؟ الاس الاس صفر والار واحد، طالما الاس صفر والار واحد اذا الكيو تساوي صفر نفس الاس صفر لنهاية الدورة. نفس هنا نفس الشيء قدح بس ايش قد الاس؟ صفر. ايش قد الار؟ صفر. اذا فليب فلوب الاس صفر والار صفر ايش قد تطلع الستيت الجديدة؟ الستيت الجديدة تساوي الستيت القديمة. اذا تتذكرون اذا عندي اس ار صفر صفر، إذا عندي اس ار صفر صفر فالكيو تطلع لي دائما نفس الكيو القديمة. فطالما عندك
احنا هنا وصلنا طالما الاس صفر والار صفر اذا الكيو تطلع نفسها القديمه. شد القديمه القديمه صفر اذا هاي الجديده لنا نفسها القديمه. طب وهي شو يصير الحل؟ يعني يبقى محافظ على نفسه. قد الكيو القديم كان قبل شويه صفر اذا يبقى صفر لنهايه الدوره لحد ما يجي قدح جديد. هنا قد القدح اجى صار الاس واحد والار صفر اذا الكيو صار واحد لنهايه الدوره وهكذا. الكيو داش اللي هو المخرج الثاني مال فليب فلوب يساوي عكس الكيو يعني هو من اسمه كيو داش اذا عكس ذاك. هنا دونت كاب دونت كاب نفسه هنا صفر يصير واحد هنا واحد يصير صفر هنا عكس الموجة فوقها. هذا هو مورك طلاب اتمنى تحلوه وتجاوبوني عليه قبل يعني خلال هاليومين من تنزيل المحاضرة. اني محاضرة هاي نزلت لكم اليوم اتمنى خلال اليومين القادمة يوصلني الهوم وورك مال هذا. For the flip flop shown below determine the Q Q dash يعني طلع الموجة الـ Q موجة Q dash for the clock pulse shown below. يعني ليه flip flop الموضحة على يعني نفس الفليب فلوب يعني داخل عليه كلير وداخل الـ SR نفس الموجات مال الفليب فلوب بس الـ clock ما يعمل بلحظة النزول بيعمل بلحظة الصعود. يعني نفس المثال هذا الفوق بس ببدل هاي الموجة بهاي الموجة وكشف لي شنو لعد يطلع لي كيو والكيو داش. هذا هو منطوق السؤال. النوع الاخر من انواع الفليب فلوب الطلاب ايضا تتعرضوا له هو التي فليب فلوب. تي فليب فلوب احنا هسه اخذنا الدي ديلي واخذنا الاس ار اللي هو سيت ريسيت والنوع الثالث اللي هو التي فليب فلوب. تي فليب فلوب جاي من اسم توغل توغل فليب فلوب توغل فليب فلوب. هذا النوع من اسمه بار شكله من اسمه هو مدخل واحد اسمه تي. طبعا كلوك بكل انواع الفليب فلوب موجود لاننا ندرس الفليب فلوب التي تعمل بالقدح. هذا فليب فلوب يعمل بلحظه صعود وممكن يعمل بلحظه نزول. هاي مكان الكلوك هذا التي دي يدخل له. هاي مخارج ثابته واحد الستيت وهنا العكس مال الستيت. هذا يسموه تي فليب فلوب يعمل في لحظه بوزيتيف يعني يعمل في لحظه الصعود. هاي العباره معناها يعمل بلحظه صعود. اما يعطيك هيك العباره او يرسم لك اياها هيك او يحط لك هذا هنا بدون بابل ثلاثه نفس المعنى. فشنو العمل مالته؟ طلاب العمل مالته نفس الفكره نجيب التين مدخل وعد والبريزنت ستيت والنيكس ستيت. هاي ثابته طريقه كتابه الجدول. المدخل الصريح تي بالستيت اللي انا بيها الحاليه والستيت الجديده هاي ثابته. نيجي نناقش الجدول طالما مدخلين اذا اربع حالات 0 0 1 0 0 1 1 1 ونشوف عمله. طلاب عمله من الفهم راح شيء انا هسه قدامكم. دائما 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 العمل مالته انه اذا تي صفر فالكيو تطلع الستيت الجديده تبقى محافظ على نفسها نفس الكيو القديمه. يعني اذا صفر صفر اذا واحد واحد. لذلك انا هاي الحالتين مسميها حاله النو تشينج. واذا تي واحد فحيكون جديده عكس القديمه. هنا طلاب اريد تنتبهون على شغله انه هنا يعني اكو او ما اكو داعي يعني هنا أنا ليش بس بتوضح لكم ليش يسميها نو تشينج. سماها نو تشينج لان الكيو نفسها التي دا تدخل. هنا سماها توغل لانه عكس التي دا تدخل. هنا سماها نو تشينج لان نفسها التي. هنا سماها توغل لان جت تسميه توغل. من هنا جت تسميه توغل ليش سموها توغل. يعني هنا يوضح لك انه انه في حال انه انه الاوتبوت اللي يطلع هو نفس التي دا يدخل فيسموها النو تشينج والتوغل معناها العكس. من خلال هذا الجدول اللي وضحته اني اكتشفنا انه كارنوت سريع نقدر نكتشف انه المعادله مال كيو ان زائد واحد تساوي هو عباره عن اكس اور بين التي والكيو القديم. فالمعادله النيكس ستيت معادله الكيو بالتي فلوب فلوب تساوي دائما التي اكسكلوزيف اور ويا الكيو القديم عملية اكس اور. فباختصار دائما يعني لما يقدح دائما الكيو اللي يطلع لك هو التي جديد يدخل بهاي اللحظه مع اكس اور ويا الكيو اللي كان مخزون القديم. لذلك لو تشوفوا لنا الجدول صفر صفر يطلع صفر صفر واحد يطلع واحد واحد صفر يطلع واحد 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 يطلع صفر كل مختلفين يطلع واحد وكل مشابهين يطلع زيرو. باختصار هي عملية اكس اور يعني موجود جوا هي عملية اكس اور. الستيت دايجرام هذا قلنا نتركه ما راح نتطرق لهذه الفقره. تلاحظون طلاب من خلال الشرح دائما نشرح الموضوع من خلال توضيح الفليب فلوب كشكل كاسم كجدول وكمعادله بعدين ناخذ عليه توضيح من خلال الموجات. هذا هنا ايضا هوم وورك
مابيك موجود يعني مابيك التي ده يدخل for the previous positive edge clock will clear waveform blot out the output q q dash forms for t flip flop شلون بلو. يعني يقول لك للموجات مال الكلير السابقه بالمثال السابق وال يعني هو الفليب فلوب تي فليب فلوب اللي يدخل على تي فليب فلوب هاي الموجه مال تي ده تدخل للكلير مال المثال السابق لموجه الكلير المثال السابق ولموجه الكلوك المثال السابق اللي تطلع في لحظه الصعود طبعا اوجد الكيو والكيو داش. النوع الاخير من انواع الفليب فلوبس اللي هي جي كي فليب فلوب. هذا الفليب فلوب طلاب هو حقيقة هو combination of SR and T flip flop, يعني هو خليط بين SR والJ والT flip flop. هذا flip flop truth table مالته أو state table راح أوضحها باختصار. حقيقة باختصار هذا JK flip flop من اسمه مدخلين, ها مكان الكلوك, هاي الستيت, هذا العكس مالتها, وهاي الستيت هي الزمن, مرة representative مرة next state. فكجدول J K represent state لQ والnext state مالتها, فراح يصير هذا كله عالم الانبوت هذا عالم الاوتبوت. كجدول رقم 3 راح يصير 8 مثل الاسعار ايضا 8 حالات, لكن نقاش انتبهوا عليه شو راح اناقشن. هذا J K نفس الاسعار بالضبط بالضبط نفس الاسعار. يعني شنو بالضبط نفس الاسعار؟ يعني اول مدخلين يعني هناك كان عندنا اسعار هنا J K هو اسعار محسن انتبه عليها. يعني اذا جي اوكي المداخل داني الصريحة اذا اجى صفر صفر طالما دائما النيكس ستيت تطلع لي هي نفس الستيت القديمة المخزونة, اذا صفر فيطلع صفر, اذا واحد فيبقى واحد, اذا صفر يبقى صفر, اذا سوري بالصفر صفر داحكي صفر يبقى صفر والواحد يبقى واحد. اذا هاي اول حالتين سموها حالة النو تشينج نفس الاس ار. هم بالاس ار كان هذا صفر يطلع صفر وهنا أنا يعني اذا مخزون صفر يطلع صفر واذا مخزون واحد يبقى واحد. شو اكيد لما يكون المدخلين صفار. هاي اول ربع الجدول. الربع الثاني او نصف يعني 50% الاخرى لما يكون الجي والكي مختلفين. يعني اذا جي صفر والكي واحد, جي صفر كي واحد, الجي واحد والكي صفر, الجي واحد والكي صفر. يعني خلصنا هاي اربع حالات تناقش بمفهوم واحد. قاعد شو تقول؟ نفس الاسعار. اذا دخلنا المدخلين مختلفين دائما الستيت تطلع لك تشبه اول واحد. يعني هناك كان تشبه الاس, هنا تشبه الجي. فاذا الجي صفر هنا صفر صفر واحد واحد. طالما هنا قيم اصفار يسموها ريسيت, هنا قيم واحدة يسموها ريسيت. هاي تسميات. اذا خلصنا 50% من الجدول من هذا المفهوم. الحالتين الاخيرة ال 25% من الجدول اللي هي حالة الواحد واحد. حالة الواحد واحد كانت بالاسعار بها مشكلة, كانت undefined وقلنا هي من عيوب الاسعار. هنا حسنوها, لذلك انا اقول دائما الجي كي هو عباره عن اسعار محسن. عالجوا موضوع الواحد واحد, هو هذا الفرق الوحيد بينه وبين الاسعار. اذا اجى جي واحد وار وكي واحد, اذا جي كي واحد واحد دائما الكيو جديده تساوي عكس المخزون. يعني اذا المخزون زيرو البريزنت ستيت النكست ستيت يكون واحد, اذا المخزون واحد فالنكست ستيت يكون صفر. حاله التوغل يعني حاله العكس يسموها توغل يعني عكس. هاي تسميه طلاب يعني مو فد مشكله يعني انا ابي اهم شيء الفهم. فمن خلال هذا الجدول قبل كانت هاي الحالتين دونت كير, فمعادله تختلف. قبل كانت المعادله اس اور ار داش كيو, هنا صارت المعادله من خلال هذا الجدول الكيو الجديده كيو زائد اسميها او الكيو ان زائد واحد تساوي جي كيو داش اور كي داش كيو. طلاب ترى هاي مو اكسر لان هاي مدار مختلفه, هذا جي وهذا كي, هذا مو جي هذا كي. لذلك تحفظوها هاي المعادلة, تحفظ هاي معادلة اللي تطي خلاصة هذا الجدول. يعني هذا المعادلة جاي من هاي الجدول وهذا الجدول جاي من هاي المعادلة. اللي يربطهم اثنيناتهم هو الفهم اللي حشيته قبل شوية. يعني إذا جي صفر والكي صفر والمخزون صفر, إذا نعوض إنها جي صفر والكيو صفر والمخزون صفر, جي صفر والكي صفر والمخزون صفر, ونعوض المعادلة راح يطلع صفر وهكذا. أتمنى حالات تقدر تعوضها هنا وتعطي هاي الجواب, بس أنت يهمك فهم, إحنا اللي يهمنا الفهم. على ما الكي جي كي صفر والكي صفر رأسا الكيو نفس القديم. إذا الجي والكي مختلفين أروح أضع الجي, إذا الجي والكي وحدات دائما عكس المخزون. هي ثلاث حالات, لو نفس المخزون لو يعتمد على الجي, لو عكس المخزون.
ايضا الستيت دياجرام قلت لكم هذا الموضوع متروك. طلاب اتمنى تكون يعني هاي المحاضرة يعني واضحة ووافية وشرح وافي. راح يتزامن مع هاي المحاضرة طالما عرفنا شنو الكلوك وعرفنا شنو الفليب فلوب الفليب فلوبس وعرفنا شنو انواعها وعرفنا شنو المداخل الكلير والبريسيت شو كيف يشتغلون شنو تأثيرهم. هذني المعلومات كلها من خلال حلك للأمثلة انت راح تكتشف نفسك فهم المادة او لا. انصح بحل اكبر عدد من الاسئلة حول هاي المادة اللي هي تكملة للمحاضرة الاولى. فالمحاضرة الاولى بلس المحاضرة الثانية كمل اساسيات السيكوينشال سيركت اللي هي الفليب فلوبات. اذا ما فاهمه ارجع قبل المحاضرة الاولى وراجع هاي المحاضرة مرة واثنين وثلاثة وعشرة لحد ما تفهم الموضوع. شلون تعرف نفسك فاهم الموضوع؟ من خلال حل المراجعة هذه الأمثلة المحلولة وحل الواجبات. وأيضا أيضا راح ننزل لكم توازي مع المحاضرة يعني الآن أيضا نزلت محاضرة فيديوية لحل أمثلة محلولة وتوضيحها بشرح فيديوي يوضح لكم حل أمثلة محلولة حول هذا الموضوع حول هاي المفردات اللي خدناها لحد هاي اللحظة. فدراستك المحاضرة مراجعتك للفيديو وحلك للواجبات الصور راح تكتمل عندك الصورة. أتمنى الموفقية لكم وشكرا جزيلا للإصغاء.